بالتأكيد يعني ما نقوم به من جهد مكثف هنا في مصر ده قدرنا، وهذا هو مسؤوليتنا كدولة إقليمية رئيسية في هذه المنطقة. علينا واجب أن ومسؤولية نتحملها بالتأكيد لعدم انزلاق الوضع إلى أتون حرب شاملة لا تبقي ولا تذر من شيء. فبالتالي احنا بنقوم بهذا الدور يعني ليس لأن هناك أطراف تطلب منا ذلك، ولكن ده مسؤولية علينا وعلينا الاطلاع بها، لأن مصلحتنا الأساسية مصلحتنا الوطنية والقومية تحتم علينا تجنيب لبنان وشعب لبنان بالتأكيد، وتجنيب شعوب المنطقة كلها من ويلات التصعيد والدخول في صراع شامل. هناك مسؤولية مشتركة، هي مسؤولية علينا، وهناك مسؤولية بالتأكيد على الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، هناك مسؤولية على الاتحاد الأوروبي، هناك مسؤولية أساسية على الولايات المتحدة، وهذا ما نقلته للوزير الأمريكي وللممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، وكل اتصالاتي مع الوزراء الأوروبيين في الأونة الأخيرة أن عليهم مسؤولية، أنه لا يوجد حل إلا بمعالجة لب الصراع في المنطقة. لب الصراع هو بالتأكيد القضية الفلسطينية، والآن في قلبها وقف العدوان على قطاع غزة. فيعني طبعا لا مجال لسلام دائم وشامل في هذه المنطقة إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني على حدود 4 يونيو 67، والقدس الشرقية عاصمة لها بالتأكيد. فأيضا احترام سيادة الدول واحترام وحدتها وسلامة أراضيها، كل دي أمور ينبغي على الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية أنها تقوم بمسؤولياتها في هذا الشأن. مع الوزير تحدث عن الوجود العربي، ونحن نعيد التأكيد على عروبة لبنان وأهمية الوجود العربي المكثف، والوجود ومصر لن تألو جهد في تكثيف تواجدها من خلال اللجنة الخماسية المشتركة التي مصر هي طرف فاعل فيها وتقوم بدور كبير جدا في بيروت، وأصدرنا التوجيهات دائمة لسفيرنا في بيروت بالتواصل مع الجميع والتأكيد على عروبة لبنان وعلى أهمية معالجة مسألة الشغور الرئاسي في لبنان وفقا لما يتوافق عليه أشقائنا في لبنان. الجهود هتستمر بالتأكيد، وكما ذكرت يعني الوجود المصري وجود كثيف هناك. لا ننسى الدور العظيم اللي بتقوم به المستشفى الميداني المصري اللي بيقدم العلاج لكل أشقائنا في لبنان، وهو محل تقدير من أشقائنا اللبنانيين، وإن شاء الله نستمر في هذا الدور، والوجود المصري سيستمر. وبالتأكيد نحن قلقون للغاية على استقرار وأمن لبنان الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية والعالم العربي، وبالتالي سيستمر التواجد المصري وسنعمل على خفض التصعيد وتجنيب لبنان ويلات أي تصعيد غير يعني مرغوب فيه بالتأكيد.